حكومته والحكومته والكتابته والكتابته حكومة التماطل حكومة التماطل وطول انتظاري وطول انتظاري بالليل والنهار بالليل والنهار. فاليوم غادي نمشيو من متدخل ثلاثة ديال المتدخلين ولا أربعة ال 12 ودوك 12 ممكن يتقسموا على 7 ولا 8 في كل جهه. لذلك فهذا واحد القانون فهو لدر يعني الرماد في العيون لضرب الخدمه العموميه لضرب المؤسسه العموميه لاثقال كاهل المواطن يعني بواحد الفوتره اللي غادي تستهل اللي غادي تستهدف فيها الشركات الربح. لذلك فالمواطن يستعد من منذ إحداث الشركات أنه إن طال الزمن أو قصر سيؤدي الثمن ديال سيؤدي الثمن ديال الماء بالثمن الحقيقي دياله. أنا أعلنها من هذه الوقفة أنه لا تشاور معنا، الدولة ولا الحكومة بغات دير اللي بغات. سيشل الحركة، هذه سيقومون بتشتيت المكتب. هناك مكتب يتكون تقريبا من بين 7 و8 آلاف شغيل سيقوم بتشتيتها. هناك يقولون أن سيقومون بإلحاق ما هم في الإخوان في التوزيع، وبعد ذلك سيتم حتى إلحاق الإخوان في الإنتاج. يعني هناك مكتب سينسف عن آخره. Thank you.